يقول السائل: هل وجه المرأة وكفيها وقدميها عورة في الصلاة أم لا؟ نعم، إذا كان عندها رجال، أما كفاها وقدماها فهما عورة في الصلاة، فلو صلت مكشوفة الكفين أو مكشوفة القدمين فصلاتها غير صحيحة. وأما وجهها فليس عورة في الصلاة، وإنما هو عورة عند الرجال، عورة عند الرجال. أما الصلاة فيجوز للمرأة تكشف وجهها وهي تصلي إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، لأنه ليس عورة في الصلاة، وإنما هو عورة عند الرجال غير المحارم. فالمرأة لها عورة في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة.